السلام عليكم، معاكم حاو. زي ما شفت في الاعلان كده، ده فيديو سباق حورس للصقور. ان شاء الله دي هتكون تغطية كاملة للسباق. خليكم معانا في الفيديو وهنشوف كل اللي بيحصل. وصلنا، وأول ما نزلنا التيك توك لقينا نفسنا في حتة صحرا كلها، مش عارفين أبو بكر هيجي لنا منين أصلا. فضلنا مستنيين ساعة إلا ربع لحد ما جالنا باب العربية. وصلنا أرض السباق أخيرا، وبدأنا نفرش الخيمة، والناس بدأت تتجمع اللي هتشارك في السباق، وجت ناس من أنحاء الجمهورية كلها. سامي ممدوح وبعد ما الخيمة اتنصبت كله بدأ يجهز الطيور بتاعته، وبدأوا زي يسجلوا كده نوع معين، وبقى بيحطوا الورق، بيكتبوا اسمه عليه، اسم متسابق، ويحطوا الورق على حاجة اسمها برقع اللي الطير بيحطه لها هنا كده. في ناس بدأت تدرب الطيور بتاعتها على حاجة اسمها ملواح، بيمسكوا حاجة كده زي فريسة في الآخر بحبل، بيفضل يلوح بيها والطير بيكون في الهواء، بيفضل ينزل عليها كده، بس صاحب الطير مش بيخليه يمسكها، كان بيقعد ينزل كده بشكل يقعد هو يقعد يلوح. وبجد في أطفال عمرهم ما يعديش 10 سنين أو 11 سنة ومعهم طيورهم الخاصة. وفي طفل كان معاه بومة اسمها عقابية. Thank you.
الرئة عبارة عن واحد بيقف بالصقر، وده بيكون صاحب الصقر، بيقف بالصقر على إيده أو على وكر. لو الطير لسه صيد حديث بيكون على وكر، ولسه تدريب حديث يعني. الوكر ده حاجة كده بتتحط في الأرض والطير بيقف عليها. المهم بيكون على إيده وبيطير من على إيده. اللي بيخليه يطير إنه بيقلعه ببرقع، وفي واحد بيكون واقف هناك على بعد 300 متر بيقعد يعمل حاجة اسمها ملواح أو دعوة. الملواح ده اللي هو بيمسك زي ما قلت لكم حمامة مربوطة بحبل أو حاجة فريسة يعني، حاجة شبه الحمامة، بيفضل يلوح بيها وبيفضل بيقول صيحة معينة للطير ده، فالطير بيجي على الصيحة دي بس. وبيقيسوها بقى بالوقت بالستوب ووتش، بيقيسوها وبيشوف بقى خلف قد ايه وغيره خلف قد ايه، وفي الاخر بيعملوا زي جدول كده وبيحددوا بقى الفائز. والسباق بالفعل بدأ، وبدأوا بحاجة اسمها العقبان. عقبان دي جمع عقاب، وهو طير بيكون حجمه أكبر من الصقر، برضو شارك في السباق. بس أول عقاب ما كانش عايز يطير في الأول، وحاولوا كذا مرة، وآخر مرة خالص أول ما كان هيبرقع خلاص، برقع دي حاجة بتتقال كده جاي من تبرقع الطير، الحاجة اللي الطير بيلبسها اسمها برقع، بيلبسها على وشه. فهو قال له برقع، أول ما قال له برقع الطير قام طاير. وعدت مرحلة العقبان وما كانتش كويسة خالص، وبعديها دخلنا في مرحلة الشواهين، الصقور الشواهين. وأول متسابق الطير اللي بعد كده كان مع متسابق او الكابتن يعني، اسمه احمد الشريف، وده اللي عامل اصلا السباق كله، وما شاء الله عمل اداء كويس جدا برضو. يلا بينا، هو الطفل يلا بينا، خليه يسلم، لوح وصول، لوح بس.
بعديه كان طير لسه صيد حديد زي ما قلتلكو، فكان طالع من على وكر، فحط الطير على الوكر وكله رجع ورا وقعدوا على الأرض، وطبعا شال البرقع مع الطير وكان مستني الطير يطلع على الملواح والدعوة اللي كان بيعمله له هناك. بس الطير ده طبعا قعد كتير جدا هو مش فاهم، قعد يبص وراه كده، طب انا ايه اللي جابني هنا بس؟ ففين وفين بقى لما طار، وللأسف طار ما كان لف تاني، فده كده هرب او خرج عن المسار يعني. قعدوا بقى طبعا يحذفوا له حمام ومش عارف ايه، وهنشوف دلوقتي لما طير بيهرب ايه اللي بيحصل. دلوقتي ده طير هربان، الطير ده هرب. الصقر بيهرب، الناس كلها بتتوضع على الارض بتنظر عشان الطير ما يتشتتش خالص. روح هناك يا علي بالراحه عنده. الطير اهو دلوقتي بدا يشوف الحمامه الفريسه اللي اترمت له. روح عنده يا هاني. زي ما شفنا كده قعدوا يحذفوا له حمام وكله يقعد على الارض ومش عارف ايه، وفي الاخر لما الطير نزل على الحمامه راحوا وراه وجابوه الحمد لله واتمسك يعني. وفي كذا طير هرب بنفس الطريقه دي، بيبقوا طيور لسه حديثه او ممكن يكون طير قديم عادي بس اتشتت، لقى ناس كتير ولا حركه وصوت وبتاع، فايه بعد شويه بس الحمد لله كله بيتجاب في الاخر. الحاجات اللي فرحتني جدا ان احنا قابلنا واحد اسمه شعبان الحبوني او عم شعبان الحبوني، يعني هو راجل كبير جدا في السن ومن اساس الهواية اصلا، وهو عالم السقارة وكان عامل كتابين او كتاب باين مش فاكر، بس مشهور جدا وتعليم السقارة فيه من الف للياء يعني. هو عامل باي باي الكاميرا، هي الكاميرا بيصورنا. عامل باي باي عم شعبان اهو. ايوه يلا تعلم الحاج عم شعبان، عم شعبان الحبوني تاريخ الصيد والصورة. بشوفهم بالحسنة يطلعوا واحد اسمه يون وانج قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح ب 2000 سنة. يا ابويا لا 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 مش هيجي لسه في العلب، مش جايبه من راس. انا بقول لك لسه في العلب احنا. وين احنا اسمه؟ وون يانج ده كان حدوته قبل ميلاد المسيح 2000 سنة. اول من عرف من يا سيدي الكلام هذا مش جايبه من راسي. لا ده العلم التاريخ. لا هذا البحث الدير. تمام. وتكلم انت بقول في كلام ما حدش يقدر يقدر. تمام. ما حدش يقدر. عم شعبان اهو. 100 100. بيصور بيصور. درون ولا ايه؟ نزلنا على ناشونال جيوغرافيك. هينزلها على انيمال بلانت. انيمال بلانت. الله ينور عليك. ايه رايك؟ اهو عم شعبان الحبون اهو. اتحركت من منطقة الستارت لمنطقة الفينش، ودلوقتي هنشوف الطير وهو بيدعى يعني وصاحبه بينادي عليه.
ودلوقتي يكون خلص مرحلة السباقات وهندخل على مرحلة التكريم، وهم بياخدوا من 3 أنواع اللي هم العقبان والشواهين والصورة العادية أول 10 من كل نوع. وده كان أسرع طير في السباق عامة، هو نوعه جير شاهين، وده سعره يعدي 1.5 مليون ما شاء الله. ده اخذ مركز اول طبعا. والله العظيم نفس الفريق نزل، لا انا مربوط دبوز يا خي. جانا منين يا اخو سعد؟ جانا منين يا اخو سعد؟ خلي بالك عم تكتب كل شيء. ناموس يقول عرفت. خش يا احمد، خش اطلع يا واد. اطلع على كرامتك. محمد رمضان العجري. محمد رمضان على الدنيا. بص الكاميرا ما شاء الله محمد. في الصحراء بالليل ميتنج. دلوقتي رايحين نركب العربية عشان توصلنا لأقرب مكان فيه بشر. الو عبي بنادمين ورا. كوميدي كوميدي. تسلم يا غالي حبيبنا باشا، احلى قنشطة. تمام، وبكده نكون خلصنا فيديو سباق حورس. وتنساش تعمل سبسكرايب عشان الفيديو ده بجد بجد تعبت فيه جدا. وسلام.